كان ايامها هبه الكرامه، تعرف كان احداث بكل البلدان العربيه، وحارتنا جزء من هاي البلدان، وكان تعرف البوليس والجيش قوات خاصه يلحقوا ورا الاولاد ويضربوهم ويزدزوا قنابل على دور العالم ويسبوا على النبي. انا ما شفت الاشياء هاي، فتحت التلفون اصور ولا بلاقي يوم تعرفي بأشرع بعض بيحكوا مع بعض الجيش، بقول له بالعبراني بدك تخ علينا، بقول له لا طلع شي فوقك، اذا عرفت انه بيحكي علي بلش بدك تخني عشان بصور، طخ طخ راح طخني، كسر لي كل وجهي، كسر لي كل العظام اللي بوجهي، كسر لي اياهم، واسناني طاروا فوق وتحت، عجز بطار شعرين وعمليات، وعندي بوشي يمكن 36 كسر، وبعد شهرين روحوني على الدار وسكروا لي طمي كمان 6 اشهر، كانوا مخيطين لي بالحديد ممنوع بس اشرب، ما كنتش اكل، وبرضه لما فكوا لي الحديد بعد 6 اشهر ما قدرتش ارجع اكل، خربت معدتي، ولليوم انا باكلش، عايش على الانشور هذا زي حليب مخصص الدكتور بعطيني اياه عشان باكلش، وصار عندي حاله نفسيه بتعالج عند دكتور نفساني، وصار عندي كمان حاله تروما اللي انا مفروض كنت اسوي اسناني بالفتره هاي، عندي لازم اسوي شتليم بتمي، فيش عندي اسنان، طيروا لي اياهم كلهم، رحت سويت 4 شتليم من 20 وهربت من يوم الحادث لليوم، صرت رايح يمكن 7 مرات 8 مرات عند الدكتور، بقعد عند الكرسي بس يجي يخبطني الابره بقول له هلا باجي وبكره واجلها بهرب، بتعرف صار عندي حاله نفسيه، ناهيك عن هذا انه انا بكون رئيس لجنه الصيادين هنا بنيافه، وكنت انا بفعيل يعني شغال اروح على مقابلات ارمي حقوق الصيادين بالكنيسة وضد المينا، ويعني كان عندنا معركه بتخوف ضد البلديه بالضبط، قبل ما انطخ كنا مخلصينها معاهم برضه، محاكم ومظاهرات وكل اشي، انا من بعد ما انطخت بطلت اسوي اشي من هذا، قاعد انا يعني ولا اشي بسوي، تعرف بالدار كل الوقت، وحالتي النفسية برضه مش مزبوطة بالمرة، وضعي المادي برضه على القانين، ولا التأمين ولا حد بتطلع علي، بعطونيش اشي من يوم ما تعورت لليوم، دمر لي حياتي هذا البوليس، وكله موثق بالفيديو بقولك هيش اثباتات، والله ايش بدي اقول لك يعني صدمة، هاي هذا مصور، هاي مش واحد قال واحد حكى وسمع من فلان وعلتان، انا مصور كله بالفيديو ووشهم مصور للبوليسية كمان، يعني هذا ايش جنون اللي صار اللي هلا بصير معاي، بعرف في صار قصص قبلي مع عالم كتير وسكروا القضايا، وبرضه عالم انظلمت سكروا لهم قضاياهم، بس انا موثق بالفيديو كله، هذا لو انه شقلوب هلا القصه هاي ومش عارف اللي تعور، واحد يهودي اجى واحد طخ واحد يهودي، المهم تاني يوم بيجيبوه.